أنتقل الآن إلى الدكتور حبيب النملتي، إمام وخطيب بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف. بعد التحية، أهلا بك دكتور. طبعا ليلة الشهادة في سبيل الله دفاعا عن الوطن مكرمة جليلة ومنحة كبيرة يمن الله تعالى بها على من يشاء. لو تكلمنا أكثر حول فضل الشهادة في سبيل الله. نعم، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم الإخوة المشاهدين. وبهذه المناسبة يسرني أن أبعث رسالة تهنئة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ووفق للخير خطاه، وصاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر، وأن يجعله خير خلف لخير سلف، وعموم شعب البحرين الكرام بهذه المناسبات الوطنية أحياء ذكرى قيام الدولة البحرينية وتولي حضرة صاحب الجلالة ويوم الشهيد. وفي هذا اليوم حيث نفتخر جميعا بالقوات الباسلة الذين مثلوا رمزا للتضحية والفداء ومثلوا عنوانا للتكاتف والتضامن، أقول أن هؤلاء الذين نحسبهم شهداء قاتلوا للدفاع عن مصالح الوطن ومصالح المسلمين، ونحسب أن نيتهم في سبيل الله، هؤلاء بذلوا أغلى ما يملكون وجادوا بأنفسهم، عقدوا البيعة مع الله، السلعة أرواحهم ودماؤهم، والثمن ما وعدهم الله به من الدرجات العالية والمقامات السامية، وذلك لإحقاق الحق ونصرة المظلوم وحماية الوطن والمصالح الشرعية العظيمة، مصلحة الدين والنفس والمال. وعندما نتذكر الشهيد فإننا تتوارد عندنا مشاعر ممزوجة مختلفة بين فخر بما قدموه وتهنئة وثناء لأعمالهم وجهودهم. فالفخر بهذه البطولات والتضحيات، حيث أننا نحسب أن ما قاموا به هو بالدفاع عن أوطانهم وتأدية واجبهم في المشاركة مع القوات لحماية الدولة ومصالحها وأمنها تجاه المخاطر التي تحيط بنا في هذه المرحلة الحرجة. وهؤلاء أيضا عرفنا عنهم، والناس ذكروا من إخلاصهم وانتمائهم ما حسن سيرتهم والثناء العاطر عليهم وشهادة أهل الفضل معتبرة، فالمؤمنون شهداء على الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّنت النصوص الشرعية من الآيات الكريمة والقرآن الكريم والسنة النبوية فضل الشهيد في سبيل الله، فضل تلك المنزلة والمكانة، فلهم حياة برزخية وأجر عظيم ومحبة خاصة من المولى سبحانه وتعالى، حيث يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ويقول الله سبحانه: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول الله سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والأحاديث النبوية كثيرة من الصادق المصدوق يبين عليه الصلاة والسلام فضل الشهيد ومكانته وقدره، بل أن الشهيد يتمنى بعد موته ورؤية ما أعده الله عز وجل له من خير أن يعود إلى الدنيا فيموت مرة أخرى شهيدا في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يموت له عند الله خير يسره أن يرجع إلى الدنيا، وأن له الدنيا وما فيها، يعني يموت وهو على عمل صالح يلاقي جزاءه ويتمنى العودة إلى الدنيا، إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: يغفر له، أي للشهيد، في أول دفعة من دمه، أول قطرة تراق من دمه يغفر الله سبحانه وتعالى له، ويرى مقعده من الجنة. نعم. ويحلى حلة الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن يوم الفزع الأكبر ويشفع في 70 إنسان من أقاربه. نعم دكتور. نعم. حبيب النملتي، إمام خطيب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، شكرا جزيلا لك.